ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الدولية تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا مرام حمصي. صباح الخير مرام. صباح النور إسماعيل لك والمشاهدين الكرام. مرام، فضلا عن الأخبار التي تناولناها في جولة اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سنرد إذا سمح الغرب لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى، كيف تقرأ هذه التصريحات؟ نعم إسماعيل، هذه التصريحات طبعا ليست المرة الأولى التي تصدر عن الرئيس فلاديمير بوتين، إنما قام بمثل هذه التحذيرات بأيلول سبتمبر عندما كان هناك حديث عن السماح لأوكرانيا بضرب أهداف في العمق الروسي، لكن اليوم جدد هذه التحذيرات عبر لقاء صحفي قال فيه بأن السماح لكييف باستخدام الأسلحة بعيدة المدى لضرب أهداف في العمق الروسي سيغير من مسار الصراع وسيكون حلف الناتو وحلفاء كييف في الواجهة في هذا الصراع وفي مواجهة مباشرة مع روسيا. أيضا قال بأن كييف وحدها لا تستطيع استخدام مثل هذه الأسلحة، إنما تحتاج إلى خبرات الجانب الغربي وممولي هذه الأسلحة إلى أوكرانيا، إضافة إلى حاجتها إلى استخبارات فضائية لضرب أهداف بشكل دقيق في داخل الأراضي الروسية، والجيش الأوكراني لا يمتلك مثل هذه التقنيات، وبالتالي هنا وجه تحذيره بشكل مباشر إلى الغرب بعيدا عن التوجيهات التي يقصد بها أوكرانيا بشكل مباشر. أيضا كان هناك سؤال طرح إليه حول إذا كان الغرب وصلته مثل هذه التحذيرات، وقال بأن الغرب لم يخبره شيء، ولكن يأمل أن يكون سمعوا هذه التحذيرات الجدية. إذن اليوم الرئيس فلاديمير بوتين يؤكد أكثر من أن تكون تصريحات جديدة على أن أي ضرب لأهداف العمق الروسي سيكون هناك ردود متناسبة. طبعا بخصوص الردود إسماعيل، يعني قال بشكل صريح وعلني بأن وزارة الدفاع الروسية تدرس خيارات الرد المتناسبة مع هذه الأفعال في حال حدثت. ويمكن هنا التنويه أن ليس فقط الكرملين على لسان الرئيس فلاديمير بوتين وجه مثل هذه الإنذارات، إنما أيضا كان هناك توجيه لهذه الإنذارات من وزارة الخارجية الروسية على لسان نائبها سيرجي ريبكوف، الذي قال أن على الغرب أن ينظر إلى هذه التحذيرات بشكل جدي، إضافة إلى ماريا زخارفا التي قالت بأن هذه الخطوة تجعل مسار الصراع يتغير ويصبح أو ينتقل إلى حالة المواجهة المباشرة بين الناتو والحلفاء الأوكرانيين مع روسيا، وبالتالي اليوم هذا التصعيد يبدو أنه جدي وإنذارات حقيقية تخرج من قبل موسكو من مختلف الهرم في السلطة الروسية ابتداء من الكرملين ووصولا إلى التصريحات التي سبقت في هذا الشأن. تفضل إسماعيل. مرام، لو انتقلنا إلى موضوع آخر، إلى التوترات بين الصين وتايوان، حيث تعمد الصين إلى نشر نحو 20 طائرة حول تايوان بعد شرائها صواريخ أمريكية، ما تفاصيل هذا الموضوع؟ نعم بالفعل إسماعيل، يعني خلال 3 أيام كان هناك تطور كبير في أزمة العلاقات التايوانية الصينية، إضافة إلى أزمة العلاقات الصينية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك من خلال إعلان واشنطن عن حزمة أسلحة أو صفقة أسلحة تقدم إلى تايوان وتقدر بقيمة 1.16 مليار دولار، وهذا الأمر طبعا يؤجج الوضع والتوترات في المنطقة التايوانية. ومن خلال التصريحات أن هذه الصفقة تتضمن أنظمة صواريخ من نوع ناسامس و 123 صاروخ أرض جو، وأيضا عدد من الذخائر التي ستقدم من قبل القوات الجوية الأمريكية ومن مخزونات الأسلحة الأمريكية. من خلال هذه الصفقة
الصفقة قامت روس أو الصين بالرد بشكل مباشر على ما قدمته واشنطن من أسلحة لتايوان، وذلك عبر نشر حوالي 20 طائرة مسيرة ومقاتلة على الحدود التايوانية، وقالت بأن هذا يعد دوريات مشتركة للاستعداد القتالي. وبحسب وزارة الدفاع التايوانية أن الصين قامت بنشر 19 طائرة مقاتلة ومسيرة لنحو 4 ساعات حوالي الجزيرة، وأيضا أوضحت أنها تراقب عن كثب هذه التحركات الصينية، وأن الاستخبارات وأجهزة المراقبة تنظر بشكل جدي إلى هذه التهديدات. وقامت أيضا تايوان بنشر سفن حربية وصواريخ أرض كوسيلة لرد متناسب عن ما تقوم به بكين من أفعال تصعيدية عسكرية. أيضا بحسب ما قالت وزارة الخارجية الصينية ردا على هذه الصفقة الأمريكية التايوانية، بأن هذا الأمر ينتهك السيادة الإقليمية، أيضا يؤدي إلى توتر أو التهديد حقيقي في العلاقات الصينية الأمريكية التي أساسا هي متوترة، وأيضا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة الإقليمية. طبعا هذا الأمر لأن الصين تعد أو تعتبر جزيرة تايوان بأنها جزء من أراضيها، وأنه لا يحق لها الانفصال عن الصين بشكل كامل. أيضا بحسب التصريحات الصادرة من تايوان بأن هناك امتنان كبير لما تقوم به واشنطن لدعم الوسائل الدفاعية والجيش التايواني في المنطقة عبر هذه الأسلحة التي سيوافق عليها الكونغرس الأمريكي أو تنتظر موافقة الكونغرس الأمريكي. هنا إسماعيل يمكن أن نشير إلى أن هذه التطورات العسكرية أو التصعيد العسكري ليس الأول خلال شهر، ففي منتصف أكتوبر الماضي أو الجاري أيضا كان هناك نشر لعدد كبير من الطائرات العسكرية للجانب الصيني بحوالي 153 طائرة، وذلك كان ضمن مناورات عسكرية صينية قامت بها بكين. وهذا الأمر أيضا يمكن أخذه بعين الاعتبار، كون أن تزايد أو تكرار مثل هذه الحالات ونشر الأسلحة لكلا الطرفين يهدد بتصعيد مباشر. كما أن الصين أيضا فرضت عقوبات على شركات عسكرية أمريكية بسبب هذه التمويلات المستمرة من قبل واشنطن لتايوان، وهذا الأمر أيضا ربما يمكن أن يتكرر مع إعلان هذه الحزمة الجديدة أو الصفقة الجديدة من الأسلحة التي ستقوم الولايات المتحدة بإعطائها لتايوان بعد موافقة الكونغرس الأمريكي. تفضل إسماعيل أودي. مرام، لو انتقلنا إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هاريس تستعد لسيناريو 2020 بآلاف المحامين، ماذا تحدثين عن هذا الموضوع؟ نعم، يعني بالفعل إسماعيل يبدو أن كابوس 2020 لم ينتهي بعد طبعا، وذلك بعد قيام أعمال شغب كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وأعلان ترامب عن تزوير الانتخابات بحسب رأيه في 2020 وتفوق جو بايدن عليه. وبالتالي اليوم ربما كمالا هاريس تستعد لمثل هذا السيناريو أو تكرار هذا السيناريو من قبل دونالد ترامب، وهذا الأمر دفع لتكليف آلاف المحامين في عدد أو في كافة الولايات الأمريكية حسب تصريحات صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، التي قالت بأن هاريس قامت بتوسيع فريقها القانوني ووضع أو تخصيص مبلغ كبير من الأموال يقدر ب 22 مليون دولار لمثل هذه المعاملات القانونية. وأيضا قالت الصحيفة بأن هاريس تستعد لكافة السيناريوهات التي يمكن أن يقول أو تطرحها حملة ترامب بشأن تزوير الانتخابات وحتى قبل الانتخابات بشأن الضغط على الناخبين
المتسببين في صناديق الاقتراع وصولا إلى القيام بأعمال عنف كبيرة في الولايات المتحدة في حال فوز المرشحة الديمقراطية أو قبل البدء بالاقتراع بالحديث عن تزوير للانتخابات المبكرة التي جرت في عدد من الولايات المتحدة. أيضا هناك أكثر من 400 محامي بالفعل قاموا بوضع مسودات ومذكرات مرافعة لأي دعوة قضائية يمكن أن يقوم بها الجمهوريين ضد الديمقراطيون، وأيضا حوالي 10,000 محامي هم على استعداد لأي دعوة قضائية في كافة الولايات والمقاطعات الأمريكية. أيضا أوضحت الصحيفة حسب ما قالت بأن هناك موقفا هجوميا من قبل الديمقراطيين، أي أن الحملة الديمقراطية لهاريس لم تكتفي فقط بهذه الوسائل الدفاعية التي تقوم بها، إنما أيضا قامت بحملة هجومية على ولاية جورجيا وتحديدا على مجلس الانتخابي في الولاية، وهو يعتبر مؤيد لترامب بعد محاولته وضع قواعد لتوسيع سلطة هذا المجلس، وهذا الأمر طبعا تم إيقافه عبر دعوة قضائية قامت بها حملة الديمقراطيين أو اللجنة الديمقراطية الانتخابية، وتم وقف مثل هذا التوسع للسلطة، سلطة المجلس الانتخابي أو مجلس النواب الجمهوري في هذه الولاية في ولاية جورجيا. وبالتالي اليوم ربما هاريس تتحضر لأن تكون رئيسة قبل حتى صدور النتائج، وتتوقع من ترامب أن يقوم بالسيناريو نفسه أو إعادة السيناريو نفسه الذي قام به في 2020، وبالتالي هذه الخطوات الإجرائية القضائية ربما يحق لهاريس أن تقوم بها، كون أن هناك تجارب سابقة لترامب بالإعلان أو بنشر دعايات بأن الانتخابات الأمريكية مزورة أو غير متوافقة مع ما هو في أهوائه حول سير العملية الانتخابية التي سنشهدها الأسبوع المقبل في 5 نوفمبر. تفضل إسماعيل. كانت معنا من موسكو مراسلتنا مرام حمصي جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات.